دي اصعب مقارنه فعلا انت ممكن تشوفها في فئه سعر من 2000 ل 2000 ونص. من الاخر كده مفيش احسن من الثلاث موبايلات دول، فلازم تركز معايا وتتابع الفيديو ده لاخره عشان تعرف انهي موبايل من الثلاث موبايلات دول انسب ليك. فمن الاول كده انت تنزل تخبط لايك للفيديو، ولو اول مره تشوفني ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك منا دايما كل جديد. اهلا وسهلا بيكو في فيديو جديد من قناة امكي ريفيوز. على طول على طول لو انت لسه بتفكر انك تعمل لايك انت لازم على طول تعمل لايك. اما دلوقتي بقى خلينا نتكلم عن اقوى ثلاث موبايلات موجودين على الساحة، ريدمي 9، بوكو ام 3، واخيرا انفينكس نوت 7. عارفك اللي هتقول لي انفينكس هود 10، ازاي انفينكس هود 10 مش موجود في المقارنه دي؟ بس عايز اقول لك اللي خلاني اخرج الانفينكس هود 10 بره المقارنه ان دلوقتي وحصريا الانفينكس نوت 7 عامل 2650 جنيه حرفيا، نازل عليه خصومات وسعره قل طبعا عشان طبعا الانفينكس نوت 8 وعشان كمان سلسله الانفينكس اللي جايه المفروض نشوف النوت 9 بقى، فعشان كده النوت 7 بقى صفقه ممتازه جدا. هنقسم للتصميم الشاشه وهنتكلم عن الثلاث موبايلات مع بعض، وهندي كل موبايل نقط وفي الاخر هنحسب النقط ونشوف انهي افضل موبايل في الموبايلات دي هو بيقدم قيمه مقابل سعر، وايه الموبايلات الترتيب اللي وراه من الاول للتاني للتالت. فخلينا مبدئيا نتكلم عن التصميم. بالنسبه للغه التصميم دي بتاعتك يا صاحبي، بس خامات الصناعه كلهم واحد، كلهم مصنوعين من ماده البولي كربونات. عندك الانفينكس نوت 7 ظهر مليان تدرجات لونيه، وعندك الكاميرات موجوده في شكل دايره في الظهر. اما بالنسبه للريدمي 9 فبرضه مصنوع من كربونات، ولكن تحس ان الظهر مط شويه عن الانفينكس نوت 7، مش لامع زيه، ولكن برضه جايب شويه تدرجات وبهرجه موجوده في الظهر. وعندك الاربع كاميرات موجودين في النص في شكل مستطيل رفيع جدا. اما بقى نيجي بقى لاروش فعلا تصميم من وجهه نظري، وهو البوكو ام 3، جاي مع ظهر بلون واحد، يا اما اصفر يا ازرق يا اسود، وطبعا اللون هنا مط. وعندك مربع كبير فوق في الظهر مكتوب فيه كلمه بوكو، وعندك فيه الثلاث كاميرات، والمربع ده جاي بلون اسود، بس لون اسود جلوسي لامع، فميد شكل جميل جدا، ولكن مشكلته انه بيبصر. فبالنسبه لمواد الصناعه من الاخر الثلاثه بولي كربونات، الفكره كلها انت تختار انهي انسب تصميم ليك. فانا بصراحه من الاخر كده هختار البوكو ام 3، هدي 3 نقط، وبعد كده هدي نقطتين لكل من الريدمي 9 والانفينكس نوت 7. خلينا دلوقتي نسيب التصميم وننتقل لتاني نقطه في المقارنه وهي الشاشه. ببساطه كده من غير ما نطول في الكلام، الانفينكس نوت 7 عندك هنا شاشه من النوع اي بي اس ال سي دي، بتيجي بدقه اتش دي بلس، بتيجي كمان بحجم 6.9 انش، اكبر حجم شاشه فيهم. والمميز هنا ان هي بتيجي مع التصميم الجديد الهول بانش كاميرا موجوده على الجنب، والحافه السفليه تعتبر معقوله جدا زي كل الموبايلات اللي بتيجي في الفئه دي. وبالنسبه لسطوع الشاشه تحت اشعه الشمس تعتبر ممتازه جدا، ولكن مشكلتي معاها انها جايه بدقه اتش دي بلس وحجم شاشه كبير، فهنا هتبان البكسلات معاك في الشاشه لو بتتفرج على فيديوهات وبتركز قوي. اما بالنسبه للريدمي 9 والبوكو ام 3 فهم بيجوا بنفس الشاشه بالظبط من النوع اي بي اس ال سي دي، بتيجي بدقه فول اتش دي بلس، حجمها 6.5 انش، وبتيجي مع تصميم قديم شويه الووتر دروب نوتش، والحافه السفليه برضو تعتبر معقوله قريبه من الانفينكس نوت 7. اما بالنسبه لسطوع الشاشتين فالشاشتين يعتبر سطوعهم برضو كويس جدا تحت اشعه الشمس. من الاخر كده مش هتواجه اي مشكله مع الثلاث موبايلات تحت اشعه الشمس، ولكن لو انت بتحب الميديا تتفرج على فيديوهات كتير بتركز قوي في الشاشه، فهنا هيتفوق الريدمي 9 والبوكو ام 3 على الانفينكس نوت 7، لان هنا دقه الشاشه فول اتش دي بلس، وبصراحه دي حاجه ممتازه جدا. فبالنسبه للشاشه انا هدي للبوكو ام 3 وهدي للريدمي 9 3 نقط، وهدي للانفينكس نقطتين لان هنا الشاشه اتش دي بلس مش فول اتش دي بلس. خلصنا نقطه الشاشه، ننتقل بقى لنقطه الاداء، ولازم تركز معايا جدا لان نقطه الاداء دي مفيش موبايل في الثلاثه كده ليه مالكه. وخلينا نبدا مع الانفينكس نوت 7، بيجي بمعالج ميديا تك هيليو جي 70، معالج ممتاز جدا للمهام اليوميه وكمان للجيمنج، وبيجي ب 6 جيجا بايت رام و 128 جيجا ذاكره داخليه. اما بالنسبه للريدمي 9 فهو بيجي بمعالج ميديا تك هيليو جي 80، اقوى شويه من الهيليو جي 70 الموجود في الانفينكس نوت 7، ولكن بيجي ب 4 جيجا بايت رام، 64 جيجا ذاكره داخليه. واخيرا مع البوكو ام 3 بيقدم برضه معالج ممتاز جدا سناب دراجون 662، وبيجي مع 4 جيجا بايت رام، 64 جيجا ذاكره داخليه. الخلاصه بالنسبه للاداء اليومي والاحتفاظ بالتطبيقات، احسن موبايل هنا هيديك تجربه هو الانفينكس نوت 7 بفضل ال 6 جيجا بايت رام اللي بتحافظ على التطبيقات مفتوحه لفتره طويله. اما بالنسبه لنقطه الالعاب
فالتلات موبايلات ممتازين جدا الصراحة في نقطة الألعاب، ولكن البوكو ام 3 أقل موبايل فيهم سخونة بالنسبة لنقطة الألعاب. لكن كأداء عام في الألعاب التلاتة ممتازين جدا، هيقدوا لك أداء ممتاز. الانفينكس نوت 7 بس بيتفوق في نقطة الاحتفاظ بالتطبيقات، لأن هنا فيه 6 جيجا بايت رام وكمان ضعف الذاكرة التخزينية 128 جيجا. فمن الآخر كده أنا هدي للانفينكس 3 نقط في نقطة الأداء، وهدي للبوكو ام 3 والريدمي 9 2.5، لأن الفرق بسيط جدا، الفكرة كلها بس في الاحتفاظ بالتطبيقات. نسيب بقى نقطة الأداء وننتقل لنقطة الجدل، الكاميرات. بالنسبة للإنفينكس نوت 7 بيجي بأربع كاميرات، كاميرا أساسية، كاميرا ديبس، كاميرا ماكرو، وكاميرا لتظبيط الإضاءة في الوضع الليلي، يعني يعتبر من الآخر كاميرا واحدة بس وهي الكاميرا الأساسية. أما البوكو ام 3 بيجي بثلاث كاميرات، كاميرا أساسية وكاميرا ماكرو وكاميرا للعزل. أما بقى بالنسبة للريدمي 9 فهو مميز جدا الصراحة في النقطة دي، بيجي بكاميرا أساسية، كاميرا زاوية واسعة، وكاميرا للماكرو وكاميرا للعزل. بالنسبة لأداء الكاميرات الأساسية، الثلاث موبايلات قريبين جدا من بعض في إضاءة النهار. مع الثلاث موبايلات مش هتعاني في اي حاجه، هتاخد صور كويسه جدا، ولكن بحس شويه ان لون الجلد افضل في البوكو وفي الريدمي 9 عن الانفينكس نوت 7. بس في نقطه هنا بقى مميزه وهتاخد البوكو لحته تانية، ان البوكو هنا جايبه معالج سناب دراجون 662، فتقدر تنزل برنامج الجوجل كاميرا. واول بقى صاحبي ما تنزل برنامج الجوجل كاميرا، فبصراحه في طفره عن الموبايلين التانيين، وبيقدم لك صور شارب جدا، وبيقدم لك تفاصيل ممتازه، وبيقدم لك الوان خرافيه جدا الصراحة صراحة بالنسبة لفئة سعره دي. اما بالنسبة للكاميرات الباقية فهي ملاش اي لازمة الصراحة، الكاميرا بس الالترا وايد انجل الموجودة في الريدمي 9 هي اللي بتفرقه عن الموبايلين التانيين، وبتقدم اداء كويس جدا ومقبول بالنسبة لاضاءة النهار. فبالنسبة لتعددية الكاميرات فبصراحة ريدمي 9 يتفوق وراء على طول البوكو ام 3 والانفينكس نوت 7، لان تقريبا الموبايلين بكاميرات اساسية فقط والكاميرات التانية ما بتعملش اي حاجة. نسيب بقى نقطة الاداء بالنهار وننتقل للأداء بالليل، والثلاث موبايلات بصراحة بالليل ما يعتمدش عليهم بشكل كبير، ولكن أفضل موبايل ما بيطلعش نويز كتير بالليل هو الانفينكس نوت 7. ولكن بشكل عام الثلاث كاميرات يعتبروا قريبين جدا بالليل، فبشكل عام بالنسبة لنقطة الكاميرات أنا هدي للريدمي 9 ثلاث نقط، هدي الانفينكس نوت 7 نقطتين ونص، وهدي للبوكو ام 3 نقطتين ونص برضو، لان كل موبايل فيهم بيقدم حاجة مختلفة، ولكن الوحيد اللي قدم لي كاميرا الالترا وايد انجل المفقودة هو ريدمي 9. نسيب بقى نقطة الكاميرات وننتقل للشحن والبطارية. بالنسبة للإنفينكس نوت 7 بيجي ببطارية 5000 ملي أمبير، وبيدعم الشاحن السريع 18 واط. ولكن اللي مش لطيف هنا وبيخلي الإنفينكس مش في المنافسة دي، إنه بيجي بشاحن مايكرو يو اس بي للأسف، مع إنه أغلى موبايل فيهم. أما بالنسبة للريدمي 9 فهو بيجي ببطارية 5020 ملي أمبير، وبيجي مع شاحن سريع 22.5 واط، ولكن الموبايل بيدعم 18 واط. ولكن المميز هنا إن الموبايل بيدعم تايب سي، ودي نقطة يتفوق فيها الريدمي 9 عن الإنفينكس نوت 7. نيجي بقى للوحش اللي فعلا بياخد المنافسة لصالحه في النقطة دي، وهو البوكو ام 3. البوكو ام 3 هنا بيجي مع بطارية 6000 ملي امبير، اكبر بطارية فيهم كلهم، ده زائد كمان انه بيحافظ على الشاحن ال 22.5 واط اللي بيجي في العلبة، ولكن الموبايل بيدعم 18 واط، وكمان بيحافظ على مدخل التايب سي. فبالنسبة للنقط هنا البوكو ام 3 ياخد 3 نقط، بطارية 6000 ملي امبير، شاحن 18 واط تايب سي. يجي بعده على طول ريدمي 9 نقطتين، بطارية 5020 ملي امبير تايب سي 18 واط، واخيرا الانفينكس نوت 7 من وجهه نظري ياخد نقطه واحده بسبب وجود المايكرو اس بي الشاحن اللي ما ينفعش يبقى موجود دلوقتي واحنا خلاص في 2021. نيجي بقى لطفره موجوده في الانفينكس نوت 7 وموجوده في البوكو ام 3 وبيفتقدها الريدمي 9، وهي نقطه السماعات الاستيريو. هنا بقى مع البوكو ام 3 انت بتاخد احسن تجربه مشاهده فيديوهات، لانك معاك شاشه فول اتش دي بلس ومعاك سماعات استيريو. بيجي بعده على طول الانفينكس نوت 7 بشاشه اتش دي بلس مع السماعات الاستيريو. اما بالنسبه للريدمي 9 فهي سماعه مونو وحيده موجوده تحت. فهنا بالنسبه لاضافه السماعات الاستيريو البوكو ام 3 والانفينكس نوت 7 هياخدوا 3 نقط، اما ريدمي 9 هياخد نقطه واحده لانه جاي بسماعات مونو. اما بقى في اخر الفيديو دلوقتي يا صاحبي انا هسيب لك كل موبايل قدر يجمع كام عدد من النقط بالظبط، وبناء عليه هو ده هيكون افضل موبايل. طبعا بعد المقارنه الطويله دي وبعد تجميع النقط ده في الاول وفي الاخر، القرار بيرجع لك انت. هل انت عايز شاشة كبيرة 6.9 انش، عايز معالج كويس جدا، عايز اداء العاب ممتاز وكمان اداء يومي ممتاز واحتفاظ بالتطبيقات لوقت اطول، وما عندكش مشكلة انك تاخد مايكرو اس بي او تاخد معالجة صور اقل شوية من الموبايلات التانية، فهنا هتروح للانفينكس نوت 7 وكمان عشان السماعات الاستيريو. اما لو انت عايز موبايل من الاخر كده في كاميرا الترا وايد انجل، الموبايل الوحيد اللي بيحافظ على الكاميرا بتاعت الزاوية الواسعة، زائد كمان انك عايز شاشة فول اتش دي بلس ادائها ممتاز جدا ورؤيتها ممتازة جدا،
وما عندكش مشكلة انك تاخد سماعات مونو فهنا هتروح لريدمي 9. اما بقى لو انت عايز سماعات ستيريو شاشة ممتازة جدا، عايز بصمة موجودة في الجنب، عايز تصميم خرافي جدا الصراحة، عايز اكتر موبايل بيديك تكاملية في الفئة دي وبيديك اداء صور ممتاز مع برنامج الجوجل كاميرا ده زائد بطارية عملاقة جدا، فهنا هتروح للبوكو M3. وبس كده، دي اصعب مقارنة عدت عليا هنا في تاريخ القناة، لان فعلا الثلاث موبايلات ممتازين جدا وبيقدموا حاجات خرافية جدا الصراحة، وكان صعب جدا الفصل ما بينهم واقول لك ايه افضل موبايل ممكن تجيبه. ولكن من وجهة نظر انا كواحد بيفضل القيمة مقابل سعر، فانا هفضل البوكو M3. وكالعادة اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.